السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جد سعيد بلقاء زملائي الباحثين الجدد الذين نتمنى لهم مستقبل بحثي زاهر، وخاصة أنكم من أول دفعة بالنظام الدولي، نظام أونلاين جديد مبني على أسس علمية. راح تعرفوا أهمية هذه الأسس المبني عليها هذا النظام الذي قد يظهر لكم مؤقتا بأنه نظام مطلب لكم، ولكن نتائجه سوف تظهر لكم جليا في أقرب الآجال وعلى المدى المتوسط، بل وأكثر من هذا على المستوى العلمي. عندما أقول في أقرب الآجال يعني عند بدايتكم في أبحاثكم في الدكتوراه الفعلية لها تبدأ ابتداء هذه السنة، ثم في الآجال المتوسطة عند نهايتكم الدكتوراه أين سوف تكونوا مطالبين بإنجاز أبحاث علمية القيمة التي سوف تسمح لكم فيما بعد بالحصول على مناصب عمل كأساتذة أو كباحثين أو كمدراء مؤسسات اقتصادية اجتماعية أو حتى تعليمية. تعرفوا فيما بعد أهمية هذه المواد وهذا التكوين التكميلي الذي عملنا بكل جد أنا ومجموعة من الزملاء اللي هم أعضاء لجنة التكوين التكميلي ونواب العمداء، على أعطينا كل ما عندنا باش يكون تكوين تكميلي ذو قيمة علمية في كل المواد، كوسوسوا يعني في مادة الفلسفة، في المادة التعليمية، مادة الإنجليزية يعني ولو أنه ما كانتش بطريقة مباشرة عن طريقنا، ومادة الإعلام الآلي وتكنولوجيا الإعلام الآلي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال التي أيضا ساهمنا فيها بشكل بسيط، وكان الأمين الأكبر من طرف أساتذة من جامعات أخرى. قبل ما أستهل هذا المناقشات الفلسفية معكم ومع الزملاء الأساتذة الأعزاء، أود أن أشكرهم جزيل الشكر على كل العمل الذي نعمله. طب الأستاذ على رأس الأستاذ الواهم عبد الحليم، أستاذ سكحول السعودي، أستاذ حج على شهرين. دونك لأنهم عملوا بكل جد وعملوا على كل الجبهات باش نديروا تكوين مهم في الفلسفة. السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنكم هو لماذا هذا التكوين؟ التكوين لاحظنا عند مناقشاتنا وعند دراستنا لنوعية التكوين في الدكتوراه في السنوات السابقة أن الطلبة والباحثين بل وحتى الأساتذة عندما أصبحوا فيما بعد يفتقدون لبعض المهارات الفلسفية. قد يقول قائل ما دخلي أنا دكتوراه في الإعلام والاتصال في الفلسفة لأنه تو نعم، ولو ما دخلي أنا في الإيكونومي الاقتصاد ولا في العلوم التجارية ولا في اللغة العربية ولا في اللغة الإنجليزية بالفلسفة، بل أكثر من هذا قد يتساءل وأنا في الإلكترونيك وأنا في الفيزياء ما دخلي. تعلمون جيدا أن دبلوم الدكتوراه في الغرب اسمه بي اتش دي فيلوسوفيا دكتور، هو الكل تاع الدكتوراه هو نظرة فلسفية لموضوع، لأنه كنا نسمع قديما أن الفلسفة هي أم العلوم، لأن الفلسفة تعطيك طريقة أخرى في التفكير، تعطيك طريقة ممنهجة في التفكير. يمكن أنك أنت مثلا أدير في دكتوراه في الاقتصاد ولا في الدكتوراه في الإنجليزية، ربما مع الوقت طيح وطلود وستبني طريقة منهجية معينة، وربما تبني طريقة فلسفية معينة ممكن أنها تكون قريبة من الواقع بحكم التجربة، ولكن راح تضيع كثير من الوقت. لكن لما تدرس الفلسفة كأسس فلسفية من المرحلة الأولى يسمح لك بأنك تمر بسرعة نحو أبحاثك وتعمل أبحاث ذات قيمة علمية. رقم واحد. رقم اثنين، سئمنا ولا يجب أن ننتهي من ذلك العصر الذي كنا نصنع فيه ولا كنا ننتج فيه دكتور متخصص في تخصصه فقط، دكتور يعرف فقط الرياضيات، دكتور يعرف فقط الفيزياء، دكتور يعرف فقط اللغة الإنجليزية، دكتور يعرف فقط العلوم التجارية، ولكن ليست له أي ليس له أي رصيد معرفي مما يسمح له فيما بعد أنك تندمج في
تندمج في المجتمع وتكون عضو فعال من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الفكريه. لانه ما تنساش انك تكون استاذ، يعني استاذ جانبي، يعني بالضروره فانك مفكر. انت لست مش الفرق بين مهندس ولا مش الفرق بين واحد ماستر مثلا في العلوم التجاريه وواحد دكتور في العلوم التجاريه. انه الدكتور في العلوم التجاريه راح يعرف الجزء اللي دار فيه البحث تاعو فقط، ولكن اكثر من هذا لازم يكون عنده طريقه تفكير، يعني طريقه منهجيه في التفكير. انا راني في التخصص تاعي علوم الطاقه والمواد، واللي يجوني طلبه الدكتوراه تاعي هما طلبه دكتوراه جينيرال مهندسين. اول حاجه نبدا نعاني منها انهم عندهم تفكير هندسي، ما عندهمش تفكير تاع باحث. يعني ماشي فرق بين تفكير مهندس والتفكير تاع الباحث. ربما هذا عندك في الماستر عندك مثلا لا شوز. التفكير تاع المهندس هو المهندس يريد ان مثلا ان يحل المشكل الذي امامه دون ان يفهمه ودون ان يطوره. عندي مثلا مشكل هنا، عندي هذا عندي مشكل في هذا الهاتف. يجي مثلا هذاك المهندس يفتح الهاتف يدير تغييرات على حسب علمه، يجرب يدير طب تمشي عاود يقفل من هنا. لكن الباحث اول حاجه لازم يفهم على صراحه المشكل ويحل المشكل ويزيد يعاود يعمل على تطوير هذه الاله باش ما يزيدش يكون فيها المشكل مستقبلا. استفاد. وهذا مش مين جاه مين جاه؟ جاه من التفكير الفلسفي ومن التفكير التعليمي في المنهجيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين اش معنى؟ واللي هو حاجه جد جد مهم اللي هي اللغه الانجليزيه. كان تركيز على اللغه الانجليزيه هذه السنه ودرت لو تيست، درت لو بومي تيست كي تي لو تيست دو بلاسمون، اي لو دوزيام تيست كي تي لو تيست ديفالواسيون. هذه راح نعطيكم معلومه ربما حصريه اليكم وربما مع الوقت راح تجيكم اوفيسيالمون، ولكن 90% هذول راح يكون اي انسان اي فيلم واحد فيكم راح يدير لو ديبلوم وما يوصلش الى البي. معناها الدبلوم انتم راح تكونوا اول دفعه في الجزائر باذن الله، وهذا شرف كبير ليكم ولينا والحمد لله. نعم هو نتائج اسمه بغض النظر على الشيء اللي تحضر في الوزاره. انا تكلمت مع السيد المدير قبل ما ندير الوزاره هذا الامر، كنا معنا نديروها انه لازم طلبه الدكتوراه كل يخرجوا من الدكتوراه بالفيديو بطريقه، يعني احنا كنا حيديروها بطريقه اسمها وديه، احنا ما نقدروش نتخطاو قوانين الجمهوريه. حكيت مع السيد المدير قبل ما تدير الدوله ويعني وفقني وكان متحمس لهذه الفكره انه طلبه الدكتوراه تاع السنه الاولى الكل نبداو ندبلوهم لمده 3 سنوات او 4 سنوات، كل عام نحاول يدرسوا على مستوى المركز المثقف لتعليم اللغات على مستوى الجامعه حتى في النهايه يصلوا الى البيدو. ثم بعد ما عملنا هذه الاستراتيجيه لكن لاحظتوا بلي اللي درنا الكاس هذاك وحدنا، شفيتوا ولا شفيتوش؟ شفيتوا كان عطينا الكاس وحدنا احنا، هذاك الكاس هذاك كان تاع جامعه كلمه قبل ما نديروا الوزاره كانت كيف الفكره اللي راها تاعنا، وخرجوا لي ريزولتي معينين باش نديروا مرقى او دو درناك باش تقراوا بالمواعيد، ودرنا برنامج على 4 سنوات باش انه ولا 3 سنوات على يخرجوا فيكم. بون احنا كنا دايرين بطريقه وديه قال يا جماعه تشجيعيه اكثر منها. حنا كملنا لو تيست وجاتنا تعليمات من طرف الوزاره قالت لهم دونك يولي لو تيست اولا ناسيونال، عاودنا لو تيست واصبحت تقدر تقول شبه رسميه. سوف تاتي المراسلات يعني عما قريب انكم لازم انتم باش كي تخرجوا من الدكتوراه تاعكم تكونوا محصلين على بيدو. وبيدو ليس بيدو تروحوا تجيبوا ايكول بريفي ولا ما حتى بيدو تاع هذا تاع مركز المكتب اللغه تاعنا، نو بيدو راح يكون عن طريق التيست سونتراليزي كيما اللي عندكم، شفت التيست اللي عندكم؟ دونك جماعه اللي داروا بيدو نبدل الماتيستاسيون تاع البيدو وكل واحد ونطلع هذوك نبعثوا لكم لي ريزولتا. بون كل واحد كان كنت ا1 ونجحت اللي جاب شوفوا اللي كان المستوى تاعه ا1 راكم شفتوا لي ريزولتا تاعك كنت تعرفوا وحدكم، لكن جبتي اقل من 50% لكن جبتي اقل ما نجحتيش راك تبقى في المستوى تاعك. لكان جبتي 50 اكثر، لكان جبتي مثلا مثلا كنتي ا2 جبتي اقل من 50% ما ترجعش، جبتي اكثر من 50% معناها المستوى تاعك هو ا2 تبقى ا2 العام الجاي تقرا ا2 وتبقى تطلع بالاقل وشاك فوا ديرو تيست. بالتالي هذه فرصه ليك باش تكونوا لعلم راح تكونوا تم
هما اول الطلبه الجزائريين راح يكونوا على عند هذه المعلومه. معلومه راح تجيك مرسمين عما قريب، ولكن اسمحوا لي دقيقه بعد ما نتكلم. اهلا بكم.